كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله حبيباتي. نبدأ على بركة الله إن شاء الله بأمر الله تعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، في الأولين والآخرين عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. نتبرأ من حولنا وقوتنا إلى حول الله وقوتها. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وبارك لنا فيما علمتنا يا رب العالمين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. نبدأ على بركة الله درسنا اليوم ونكمل الصفات، صفات الحروف بأمر الله تعالى. صفات الحروف، ذكرنا في الحلقة الماضية أن الصفة هي الكيفية الثابتة للحرف عند النطق به، يعني هي الآلية أو الطريقة الثابتة للحرف عند النطق به. الحرف لما بنيجي ننطقه، إيه هي الكيفية الثابتة للحرف وإحنا بننطق الحرف عند النطق به؟ فهذه هي الصفة. يبقى الصفة هي الكيفية الثابتة للحرف عند النطق به. إيه الكيفية الثابتة؟ يعني زي إيه الصفات معانا اللي هي الجهر والاستعلاء والقلقلة ومثل هذه الصفات. طيب إحنا عندنا الصفات انقسمت إلى قسمين، صفات ذاتية هي الصفات التي لا تنفك عن الحرف دائما وأبدا، ذاتية يعني معناها إن هي موجودة مع الحرف طيلة الوقت، ما ينفعش إن هي تبتعد عن الحرف أو تنفك عن الحرف نهائيا. عرضية هي الصفات التي تلازم الحرف أحيانا وتنفك عنه أحيانا أخرى. يبقى العرضية، الصفات العرضية هي الصفات التي تنفك عن الحرف أحيانا وتلازم الحرف مرة أخرى، أما الذاتية هي الملازمة للحرف دائما وأبدا. طيب إيه هي الصفات الذاتية؟ زي إيه أو مثل إيه؟ مثل الجهر، الشدة، الاستعلاء، الاستفال. مثل هذه الصفات اللي هي الصفات الذاتية بتنقسم إلى قسمين، هي الصفات التي لها ضد، وهذه الصفات تم تقسيمها في المرة الماضية على 5 مجموعات، تمام، اللي هي الجهر والهمس، الشدة والرخاوة وبينهما البينية، الاستعلاء والاستفال، الإدباق والانفتاح، الإصمات والإزلاق. الإصمات والإزلاق. طيب الصفات التي ليس لها ضد دي، العلماء قيل بعض العلماء أنها 7 صفات، وقيل البعض الآخر أنها 9 صفات، ودي هنتطرق ليها إن شاء الله. هي زي صفات الصفير والانحراف والتكرار والقلقلة واللين والخفاء، كل هذه الصفات. طيب بدأنا في المرة الماضية مع الصفات التي لها ضد، وذكرنا أن هذه الصفات هي الهمس وعكسها أو وضدها الجهر. قلنا صفات الهمس والجهر هي الصفات المرتبطة بالنفس. يعني إيه؟ يعني أنا وأنا بنطق الحرف في نفس خارج معايا بشعر بيه على الشفتين، أو إن أنا مثلا بضع يدي أمام الشفتين وبشعر بهذا الهواء عند النطق بالحرف، فهذا هو همس، تمام. وهذا الهمس لا يتأتى أو لا يأتي إلا في هذه الأحرف التي جمعت في جملة فحسه شخص سكت، تمام. فحسه شخص سكت، هذه هي صفات حروف الهمس. طيب بقيه الاحرف، بقيه الاحرف لدينا هي احرف الخاصه بالجهر. طب الهمس ايه هو؟ هو جريان النفس عند النطق بالحرف. لماذا؟ ايه سبب ان النفس بيجري معايا وانا بنطق الحرف؟ وخاصه ان الصفات، وذكرنا ان الصفات بتظهر معانا في الحرف وهو في حالة السكون فقط، يعني الحرف اللي عليه سكون، الحرف اللي بنلاقي عليه سكون أو بنلاقي عليه حركة يعني الحرف الساكن أو عليه حركة السكون، ده لازم من الصفات كلها بتظهر معايا. طب إيه هي الصفات كلها؟ يعني مثلا الحرف لو فيه همس، لو فيه شدة أو رخاوة، بيبقى واحدة منهم، يبقى المجموعات الخمسة لازم تكون صفة من كل مجموعة موجودة في الحرف. يعني أقل حرف موجود عندنا 5 صفات،
وأكثر حرف فيه صفات سبع صفات، وهو حرف الراء. حرف الراء بيكون فيه التكرار والانحراف، وده هنشوفه لما بنيجي نتطرق إلى الصفات التي ليس لها ضد. تمام؟ طيب الحروف المهموسة بي صاحبها بيكون فيها انفتاح للأوتار الصوتية في الحنجرة، وده احنا عرفناه المرة اللي فاتت بوضوح. طيب هنا بيقول يكون الهمس عند سكون الحرف أوضح منه عند التحرك، ده اللي أنا ذكرته دلوقتي، إن الصفات بتكون ظاهرة جدا وواضحة جدا عند الحرف الساكن. طب الجه، انحباس جريان النفس عند النطق بالحرف لقوة الاعتماد على المخرج. يعني أنا عندي المخرج مثلا بتاع حرف الجيم اللي هو وسط اللسان مع نطع الحنك الأعلى، مع نطع أو نطع الحنك الأعلى. طيب يبقى أنا عندي هنا بيحصل إحكام مغلق أو إغلاق تام للمخرج، يبقى أنا عندي وسط اللسان ملتصق التصاق تام أو مغلق إغلاقا تام على نطع الحنك الأعلى، فما بيسمحش بمرور الهواء ولا مرور النفس ولا مرور الصوت. يبقى الجيم من الحروف الشديدة المجهورة، يبقى أنا ما بسمحش بمرور نفس، يبقى أنا كده عندي الجهر، يبقى أنا طبقت صفة الجهر. ما بسمحش بمرور الصوت لما يقول أد أد أد، الصوت اتحبس، فيبقى أنا كده طبقت صفة الشدة، يبقى الجهر والشدة طبقتهم. طيب أنا عندي من الصفات التي ليس لها ضد في حرف الجيم صفة القلقلة، وهنذكر ونقول كل صفة يعني بيكون وظيفتها إيه، إن صفة القلقلة عندنا بتريح المخرج عند النطق بالحروف الشديدة. يعني لو بصينا للقلقلة هنلاقي إن الحروف الشديدة أجد قط بكت، وأنا ذكرتها في المرة الماضية، أجد قط بكت، دي حروف الشدة. طب لو بصينا لحروف القلقلة هنلاقيها قطب جد، قطب جد. طب احنا لو بصينا كده ان الحروف هنا القاف اخذناها، الطاء اخذناها، الباء اخذناها، الجيم اخذناها، الدال اخذناها، يبقى هنا 8 أحرف لحروف الشدة، اخذنا منها 5 أحرف للقلقلة. طب هي احنا خدنا الحروف دي للقلقلة، ولا القلقلة هي اللي صفة موجودة فيهم؟ القلقلة هي اللي صفة ذاتية فيهم، تمام؟ ولكن القلقلة من الصفات التي ليس لها ضد. طيب أنا بعمل إيه؟ الحروف دي شديدة مجهورة، شديدة مجهورة اللي هي الصفات اللي هي الخمسة أحرف قطب جد، شديدة مجهورة. يعني شديدة يعني عدم السماح بمرور الصوت، مجهورة عدم السماح بجريان النفس أثناء النطق بالحرف، تمام؟ طب أنا أعمل إيه عشان الصوت الحرف يطلع معايا؟ أجيب القلقلة، أزود معاهم القلقلة، فالقلقلة بتعمل تريح للمخرج. أق، لما أجي أقول أق فين الصوت؟ الصوت انحبس ما بيمرش. طب أنا هسمع الحرف إزاي؟ أق، عشان أقدر أتحرك من المخرج حرف القاف لمخرج أي كلمة ثانية، تمام؟ لأي كلمة ثانية عشان أكمل القراءة بسلاسة. طيب أق أق، يبقى أنا صوت الحرف القاف طلع معايا واضح وصريح مع القلقلة، فالقلقلة جاية هنا للخمسة أحرف من حروف الشدة علشان تكون تريح المخرج، عشان المخرج معايا يكون مستريح وأنا بخرج الحروف دي، تمام كده؟ طيب يبقى حروف قطب جد اللي هي حروف القلقلة حروف شديدة مجهورة، شديدة مجهورة، وأيضا الهمزة شديدة مجهورة، تمام؟ ولكن أنا بستخدم طرق أخرى مع الهمزة لتريح المخرج كالتسهيل كالإبدال، يعني عندنا طرق أخرى مع الهمزة، ولكن قطب جد يبقى كده عندنا القلقلة مع قطب جد، التسهيل والإبدال مع الهمزة، وطرق أخرى مع الهمزة زي يعني في بعض القراءات الأخرى، تمام؟ أما في الكاف والتاء، الكاف والتاء شديدة مهموسة،
الكاف والتاء حروف شديدة. مهموسة، يعني ايه شديدة مهموسة؟ شديدة يعني عدم السماح بمرور الصوت، مهموسة السماح بجريان النفس عند النطق بالحرف. طيب شديدة ومهموسة ازاي هما مع بعض وهما الصفتين عكس بعض؟ مش الشدة والهمس اللي عكس بعض، لا انا القصد ان ده شديد فانا بحبس الصوت، طالما الصوت والمخرج عندي مقفول اك اك، طب النفس هيطلع ازاي؟ وفي نفس الوقت هي صفة همس مش صفة جهر. بنقول ان هنا الكاف والتاء كحالة استثنائية، إن عندنا بنبدأ بتطبيق صفة الشدة أولا ثم تطبيق صفة الهمس، يعني بتيجي على مرحلتين، يعني صوت الكاف والتاء بيأتي على مرحلتين وليست مرحلة واحدة كالحروف الأخرى. تمام؟ طيب يبقى أنا عندي كده عرفنا إن هنا الهمس هي اللي بتريح مخرج الكاف والتاء، فحروف الكاف والتاء شديدة مهموسة. عندنا قطب جد حروف القلقلة، القلقلة بتأتي هنا مع هذه الحروف الشديدة المجهورة لتريح المخرج. عندي الهمزة شديدة مجهورة أيضا، ولكن طرق تريح المخرج أو طرق نطق حرف الهمزة في حالة السكون بتكون مثل الإبدال أو مثل التسهيل في بعض القراءات الأخرى. تمام؟ طيب يبقى الأمر ده واضح معانا. أخذنا المرة الماضية الهمس والجه، انفتاح الوترين الصوتيين عند الهمس، انضمام الوترين الصوتيين عند الجهر. بعد كده أخذنا الشدة، والشدة والرخاوة والبينية هي الصفات الخاصة بمرور الصوت. يبقى عندي هنا الشدة والرخاوة والبينية هي الصفات الخاصة بالصوت، وهي جريان الصوت عند النطق بالحرف أو انحباس الصوت عند النطق بالحرف. هنا انحباس جريان الصوت عند النطق بالحرف ليه؟ لكمال الاعتماد على المخرج، لكمال الاعتماد على المخرج، لكمال الاعتماد على المخرج. حروفها الحروف اللي احنا قلنا ذكرناها أجد قط بكت، نتخلص من شدة الهمزة بالتسهيل والإبدال، من شدة الكاف والتاء بالهمس، ومن شدة حروف قطب جد بالقلقلة. تمام؟ هنا الكاف والتاء بيكون فيها كمال الاعتماد على المخرج، فأولهما في الأول، يعني بنحب نطبق صفة الشدة في الأول وبعد كده بيظهر. طب أنا ذكرت ده باستفاضة المرة الماضية، بس هو كتأكيد، يعني هو مش تضييع وقت، هو لتأكيد. طب التوسط، عندنا التوسط في حروف لين عمر، يبقى شدة أجد قط بكت، أجد قط بكت حروف الشدة، فحسه شخص سكت حروف الهمس. هنا بعد كده التوسط حروفها لن عمر، حروفها لن عمر أو لن عمر. تمام؟ طيب التوسط عبارة عن إيه؟ حاجة كده في النص، إن أنا الصوت بيجري معايا شوية وبعدين بينقطع. يبقى الصوت لا هو انقطع فجأة زي الحروف الشديدة، ولا ان هو استمر معايا جريان الصوت زي الحروف الرخاوة، فهو يعتبر جريان الصوت جريانا جزئيا، جريان جزئي، هي حاجة ما بين الشدة والرخاوة، هي ليس شديدة تماما وليست رخوة تماما. طيب هنا في الرخاوة هو جريان الصوت عند النطق بالحرف اللي ضعف الاعتماد على المخرج. خلي بالنا يا حبيباتي، خلي بالنا ان الصفة القوية يبقى للاعتماد على المخرج، أنا كده قادرة أعتمد على المخرج اعتماد تام. الصفة الضعيفة بتبقى هي لضعف الاعتماد على المخرج، يعني السبب الصوت اللي بيجري أو النفس اللي بيجري لضعف الاعتماد على المخرج. تمام؟ الحروف الرخاوة طبعا الحروف المتبقية ما بعد الشدة والبينية. هي في أسباب البينية في اللام والميم والنون والعين والراء، وأنا قلت ده المرة الماضية ذكرتها. هنا في بس معلومة نحب أأكد عليها برضو، زمن النطق بالحروف الساكنة، الحروف الساكنة زمن نطق الحروف الساكنة الشديدة جميعها متساوية، المتوسطة جميعها متساوية، الرخوة جميعها متساوية. طب هل الرخوة متساوية للمتوسطة متساوية للشديدة؟ لا،
هنا بيكون في الفرق ان الحروف الرخوه بتكون اطول زمنا من الحروف الساكن من الحروف المتوسطه، والحروف المتوسطه اطول زمنا من الحروف الشديده. يبقى اي الحروف اللي اقصر زمنا هي الحروف الشديده، لكن الحروف الشديده كلها مع بعضها متساويه. يعني الحروف الشديده اجد قط بكت، حرف القاف الساكن صوته وزمنه متساوي لحرف الطاء الساكنه، صوتها متساويه لحرف الباء الساكنه، هكذا. طيب فيلم عمر، الحرف اللام زمن حرف التوسط عند حرف اللام متساوي مع زمن التوسط عند حرف العين متساوي، يبقى كده الحروف عندي متساويه لكل فئه. طب لما اجي اقول عندي حرف اللام وحرف القاف مثلا، يبقى مين يبقى الحروف هنا متساويه؟ لا، القاف عندي زمنه اقصر من اللام. ليه؟ لان الشديد اقصر من المتوسط. طب مثلا حرف الضاد والقاف، زمن الضاد اطول لان زمن الضاد حرف رخو، ولكن حرف القاف حرف شديد. تمام، فنخلي بالنا وننتبه ننتبه يبقى عندنا الأزمنة هنا زي مثل ما ذكرت الآن، إن الشديد أقصر الأزمنة والحرف الرخ أطول الأزمنة. تمام؟ طيب زمن النطق بالحروف المتحركة والحروف المشددة، كل ده إحنا نبهنا عليه المرة الماضية. في تنبيهات هنا، حروف المادة الثلاثة وحرف اللين، حرف اللين اللي هي الواو والياء الساكنتين المفتوح ما قبلهما، وحروف المد الألف والواو والياء ما قبلهما حركة مجانسة. تمام، هي حروف رخوة ولكنها لا تخضع للميزان السابق ذكره، ولكن لها ميزان خاص يتضح في باب المد. يبقى احنا عايزين نقول هنا ايه؟ ان الحروف المجهورة الرخوة، حروف المجهورة الرخوة، حروف اللين حروف المد حروف مجهوره رخوه، وحروف اللين مجهوره رخوه. تمام، مجهوره يعني ما فيش نفس وانا بنطق حرف المد ولا حرف اللين، ما فيش نفس بيخرج معايا. تمام، لكن اللي بيخرج معايا الصوت، الصوت بيستمر معايا. فطيب هل دي بتخضع للميزان اللي هي حروف الحرف الرخو اطول من الشديد والكلام ده كله؟ لا. ليه؟ لان حروف المد ليها ميزان مختلف تماما، ده بنشوفه في باب حروف باب المد ان شاء الله بامر الله تعالى. يبقى الحرف الشديد الساكن ليه حق لكل حرف، حقه ومستحقه، لكل حرف حقه ومستحقه. الحرف الشديد الساكن حقه انحباس الصوت، حقه انحباس الصوت اي اثبات صفة الشدة. يبقى صفة الشدة هي حق الحرف. طب إيه هو مستحقه؟ إن زمن الحرف قصير، دي النتيجة، دي الثمرة. يبقى حق الحرف اللي هو تطبيق الصفة، زي مثلا عندنا الاستعلاء، الاستعلاء هو حق الحرف، ولكن ثمرة الاستعلاء اللي هو التفخيم، فالتفخيم هو مستحق الحرف. تمام؟ طيب الحرف الرخو الساكن حقه جريان الصوت، مستحقه طول الزمن. المتوسط حقه بيني للصوت، حرف المتوسط يعني صفة البينية أو التوسط، ومستحقه توسط زمنه أي أن الزمن الخاص به متوسط. فالحق اللي هو الصفة الأساسية، المستحق اللي هي النتيجة أو الثمرة الناتج عن تطبيق هذه الصفة. درس النهارده ان شاء الله بامر الله تعالى هو الاستعلاء، بنكمل معانا الاستعلاء والاستفال. عكس الاستعلاء ايه؟ حاجه مستعليه يبقى عكسها مستفله، حاجه عاليه لفوق يبقى عكسها حاجه نازله لتحت استفال لتحت. طب الاستعلاء والاستفال، انا لما اجي استعلي او استفل هستعلي ايه واستفل ايه؟ اللسان. انا لما باجي اتكلم او باجي انطق الحروف، فالحرف معايا لما بيخرج اللسان اللي هي العضله الداخليه هي بتتحرك معايا، بتلامس الحنك الاعلى، بتلامس صفحه الاسنان او الثنايا السفلى، بتلامس نطع الحنك، بتلامس اللثه العليا، بتلامس معايا، يعني بيبقى انا معايا اللسان واخد الجزء الاكبر من الاحرف. تمام، طيب وايضا مع حروف الشفتين زي الفاء وكده والواو، بيبقى عندي اللسان بيبقى يا اما بيرتفع اقصى اللسان يا اما بيستفل. فيبقى انا عندي الاستعلاء هنا مرتبط باللسان،
الاستعلاء والاستفال والإدباق والانفتاح، هذه الصفات أو هاتان المجموعتان مرتبطان باللسان أو مرتبطتين باللسان. تمام؟ طيب، يبقى أنا عندي اللسان الخاص بي اللي هي هذه الصفات، الاستعلاء والاستفال والإدباق والانفتاح. الاستعلاء هو عبارة ارتفاع جزء كبير من اللسان إلى الحنك الأعلى. يبقى يا حبيباتي الاستعلاء عبارة عن جزء، ارتفاع جزء معايا من اللسان بيرتفع، وهو الجزء اللي هو أقصى اللسان، الجزء اللي هو أقصى اللسان، تمام، هو اللي بيطلع وبينزل معايا. طيب، إلى الحنك الأعلى. مع تصاعد الصوت عند النطق بالحرف، مع تصاعد الصوت عند النطق بالحرف يعني إيه؟ فاكرين لما كنا بنقول في الحروف مثلا زي القاف، حروف التفخيم، الخاء، الضاد، الصاد، الحروف دي اللي هي الصاد والضاد والطاء والظاء والقاف والغين والخاء، حروف التفخيم السبعة أحرف الخاصين بالتفخيم، إن إحنا قلنا إن إحنا بيتجمع معانا الصوت فين؟ في منتصف الحنك، منتصف اللسان، معذرة، منتصف اللسان. إن اللسان عندي لما بيجي بيرتفع كده، يعني لو هنا كده الحنك الأعلى، فاللسان عندي بياخد نفس الجزء. لو مثلا هنا القاف في المنطقة الرخوة، يبقى اللسان عندي مرتفع هنا وبعدين نازل، فأثناء النزول بيكون في تقعيرة في وسط اللسان، وبتبان أكتر التقعيرة اللي موجودة في وسط اللسان الراء المفخمة. الراء المفخمة بتيجي إزاي؟ إحنا ما بنرفعش أقصى اللسان في الراء المفخمة، ولكن التفخيم بيجي من التقعيرة اللي موجودة في وسط اللسان. إحنا هنا خلينا في الاستعلاء اللي هو ارتفاع جزء كبير من اللسان إلى الحنك الأعلى، وده المقصود به اللي هي في حروف التفخيم اللي موجودة عندنا خص ضغط قظ. هنا اللسان لما بيكون أقصى اللسان بيرتفع للحنك الأعلى، تمام؟ فبيتصاعد الصوت للأعلى، هذا هو المقصود، أن الصوت بيتصاعد للأعلى، وعند تصاعد الصوت للأعلى فيصطدم بالحنك الأعلى فيمتلئ الفم بصدى صوت الحرف ثم يخرج إلى الخارج. تمام؟ طيب، يبقى ده كده اللي هي الاستعلاء مع تصاعد الصوت عند نطق الحرف. يبقى دي مهمة جدا عندنا، تصاعد الصوت. تمام؟ طيب، يبقى أنا عندي هنا في تصاعد للصوت، دي حاجة مهمة جدا، حروف التفخيم خص ضغط قظ. بعد كده، وهي تفخم قولا واحدا، يعني هذه الأحرف السبعة بتفخم قولا واحدا، وده هنتطرق ليه إن شاء الله في التفخيم والترقيق. تمام؟ لأن إحنا عندنا حروف مفخمة قولاً واحداً، ما فيش عليها أي خلاف من اتجاه من جهة العلماء، وفي حروف أخرى مرققة قولاً واحداً، وفي حروف ما دائرة ما بين التفخيم وما بين الترقيق. طيب، سميت مستعلية، ليه؟ لأنها بتخرج من ناحية من جهة العلو، حيث أن الصوت يتصاعد إلى الحنك الأعلى عند النطق به. يبقى هذه الأحرف بتكون مفخمة قولاً واحداً، سميت حروف مستعلية، حروف الاستعلاء. ليه؟ لأن الصوت بتخرج من جهة العلو، أي الصوت بيتصاعد للحنك الأعلى عند النطق به، وليس الاستعلاء هو التفخيم، ولكن الاستعلاء هو الحق والتفخيم هو المستحق. يعني إيه؟ يعني أنا مثل ما ذكرت قبل قليل أن الاستعلاء هو تطبيق الصفة، أنا بطبق صفة الاستعلاء، يعني إيه آلية الصفة؟ الآلية إن أنا بأرفع اللسان، أقصى اللسان بيرتفع معي إلى الحنك الأعلى، يبقى هو ده حق الحرف، أنا كده طبقت الحق، نفذت الحق. طب إيه الثمرة؟ لما الأقصى اللسان ارتفع للحنك الأعلى عند النطق بالحرف، التفخيم، الثمرة الناتجة عن ده التفخيم. تمام؟ يبقى التفخيم هو المستحق، فحق هذه الحروف أن تنطق مع ارتفاع جزء كبير من اللسان
والمستحق أن يعتريها سم عند نطقها أي تفخم. يعتريها سمن عند نطقها، هذا هو تعريف التفخيم، سمن عند النطق بالحرف، يعني سمن بيدخل على الحرف عند النطق بالحرف، يعني صوت الحرف غليظ. الاستفال هو العكس، وانخفاض اللسان إلى قاع الفم. انخفاض اللسان إلى قاع الفم مع انحدار الصوت عند النطق بالحرف وحروفه اللي هي الـ24 حرفا المتبقية. طيب حروف الاستفال مرققة دائما إلا، ونركز في إلا اللي هي الحروف الدائرة ما بين التفخيم والترقيق، الألف واللام والراء. الألف واللام والراء، اللام هنا المقصودة هي لام لفظ الجلالة وليس اللام عموما. لام لفظ الجلالة اللي هي لام الله، هذه اللام المقصود بها اللي هي ما بين التفخيم والترقيق، هذه اللام الوحيدة المفخمة. أي لام أخرى تأتي في أي كلمة من الكلمات فهذه اللام بتكون مرققة قولا واحدا. تمام؟ يبقى الألف بتفخم أحيانا وترقق أحيانا، وهنعرف أي ألف اللي بتفخم وترقق. اللام وهي لام لفظ الجلالة هي اللام التي تفخم دائما إذا جاء قبلها فتح أو ضم. تمام؟ وهي في حال تفخيمها تشبه حروف الاستعلاء. ده وسيأتي هذا مفصلا فيما بعد. طيب سميت مستفلة لأن الصوت ينحدر ولا يتصاعد إلى الحنك الأعلى عند النطق بها. وليس الاستفال هو الترقيق، الاستفال هو حق الحرف، أما الترقيق والثمرة الناتجة عن تطبيق الصفة وهو مستحق الحرف. فحق هذه الحروف أن تنطق مع انخفاض جزء كبير من اللسان، ومستحقها أن يعتريها النحل عند نطقها أي ترقق. يبقى هذا هو الاستعلاء، تمام، اللي هو موجود ارتفاع جزء كبير من اللسان. هذا الاستفال هو انحدار الصوت، تمام، والاستفال هو استفال أقصى اللسان، يعني يمكن هنا المقصود في حرف الكاف، بحيث أن الكاف بيرتفع أقصى اللسان للحنك الأعلى وهو حرف مرقق وليس مفخم، وده لأن الكاف عندنا أقصى اللسان فيها مستفل، ده أقصى اللسان اللي بيرتفع، هنا أقصى اللسان مستفل، لكن الارتفاع هنا نقطة عند نقطة الكاف. تمام؟ ثم إذا رأينا هنا بنلاقي إن اللسان مقعر، شايفين التقيرة دي؟ ده الجزء المقعر اللي بيتجمع فيه الصوت وبيتصاعد للحنك الأعلى، وهذا هو بيت التفخيم أو أساس التفخيم. تمام؟ أما هنا فالصوت بينحدر، بينزل الصوت إلى، يعني طالع كده وبعدين خرج من عند نقطة الكاف، مخرج الكاف وخارج باستفال ليس بتصاعد، لأن هنا أنا ما عنديش التقيرة اللي بيتجمع فيها الصوت ويتصاعد للحنك الأعلى. تمام؟ طيب بعد كده الإطباق هو إطباق اللسان على الحنك الأعلى. ارتفاع اللسان، جملة اللسان أو اللسان كلية عند الحنك الأعلى عند النطق بالحرف، بحيث ينحصر الصوت بينهما. الصوت بينحصر ما بين اللسان وما بين الحنك الأعلى. إيه حروف الاستعلاء؟ الصاد، الضاد، الطاء، الظاء. أقواها، أقوى الحروف هي الطاء. أقوى الحروف هي الطاء، أقوى حروف الإيه؟ الإطباق. أقوى حروف الإطباق هي الطاء. بعد كده الانفتاح اللي هو عكس الإطباق، اللي هو تجافي اللسان عن الحنك الأعلى ليخرج الريح عند النطق بالحرف، وهي 27 حرفا المتبقية. طيب يبقى الإطباق اللي هو اللسان بيكون مطبق تماما على الحنك الأعلى مثل الضاد والصاد والطاء والظاء. أما الانفتاح فهو تجافي اللسان عن الحنك الأعلى، أي تباعد اللسان عن الحنك الأعلى. طيب نيجي بعد كده الإذلاق. الإذلاق والإصمات هي صفتين خاصة بعلم النحو والصرف أكثر من علم التجويد. طب ليه ذكرناها هنا؟ يعني قيل أن الإذلاق والإصمات هي حروف، يعني صفتين بتعمل توازن في الكلمة. فالإذلاق عبارة عن خفة الحرف، الحرف معايا خفيف، وسمي إذلاق لإنزلاقه، يعني سرعة الإذلاق وسرعة النطق به لخروجه من ذلق اللسان أي طرفه،
أو من إحدى الشفتين أو الشفتين معا، وسميت مذلقة لخروج بعضها من زلق اللسان مثل اللام والراء والنون، والبعض الآخر من زلق الشفة، زلق الشفة أو الشفة، وهي الفاء والباء والميم. حروفه جمعت في فرة من لب، فرة من لب. وبالرغم أن الواو تخرج من الشفتين إلا أنها ليست مزلقة، وذلك لأن فيها ثقل حيث تخرج من الشفتين مع وجود انفراج. طب الإصمات، ثقل الحرف وعدم سرعة النطق به لخروجه بعيدا عن زلق اللسان والشفة، وهي 25 حرفا متبقية. هنا في معلومة أو ملحوظة إن إحنا نقدر ناخد بيها، كل كلمة عربية، كل كلمة في اللغة العربية يا إما رباعية أو خماسية الأصول، يعني دي بقى ما خاصة بقى في النحو والصرف، يا إما الكلمة دي أصلها رباعي أو خماسي، لابد وأن يدخل فيها على الأقل حرف من حروف الزلاقة. ليه؟ علشان نعمل توازن، علشان نعمل توازن. ليه؟ لأن لو الحروف كلها حروفها مصمتة هتبقى مش هنعرف نقرأها. فكلمة عسجد ليست كلمة عربية لأنها مصمتة، والعسجد اسم للذهب، وكذلك كلمة أستاذ ليست عربية وهي خماسية مصمتة. تمام؟ ملحوظة هنا صفة الزلاقة والإسمات لا تتصفان بضعف ولا قوة ولا علاقة لهما بالتجويد، وليس لهما أثر صوتي، بل هما من مباحث علم الصرف والمعاجم، ولكن أتي بهما لكي تتم صفات الحروف جميعا. يعني هي مجرد صفات إضافية، إضافية موجودة على الحروف بس فقط لتعمل، يعني بعض العلماء قال إن هي بس فقط موجودة علشان تحقق التوازن في الكلمة. طيب بكده انتهينا من الصفات التي لها ضد، يتبقى عندنا الصفات التي ليس لها ضد. الصفات التي ليس لها ضد عندنا هي 9 صفات، جمعت في البيت الآلي: أصفر وقلقل ثم غنته مخفية، ثم غنه مخفية، احرف. يبقى حروف 9 صفات، الصفات التي ليس لها ضد جمعت في هذا البيت: أصفر وقلقل ثم غنه مخفية، احرف ولن كرر أطله مفشيا. يعني إيه الكلام ده؟ يعني عندنا إن الصفير والقلقلة والغنة والإخفاء، يبقى كده كام صفة؟ 4 صفات، والإحراف واللين، الانحراف واللين، والتكرير والاستطالة والتفشي، يبقى كده 9 صفات. الصفير هو إيه عبارة الصفير؟ صوت زائد يخرج ما بين الثنايا وطرف اللسان عند النطق بالحرف. ده جاي فين؟ في مخرج الصاد والزاي والسين. لو نفتكر مخرج الصاد والزاي والسين وهو طرف اللسان أو رأس طرف اللسان مع الثنايا السفلى، الصفحة الداخلية للثنايا السفلى، وقيل أن هو ما بين الثنايا السفلى والعليا. تمام؟ يعني بيكون اللسان كده متعلق في النص ما بينهم، ولكن هو مقابل أو مواجه لصفحة الثنايا السفلى. تمام؟ وبيكون في مسافة، يعني هو مش لازق، هو مش ملتصق بصفحة الثنايا السفلى، ولكن بيكون في زي فرجة أو مسافة قليلة ما بين رأس طرف اللسان وصفحة الثنايا السفلى، فبيصدر معنى صوت الصفير. فبيكون معايا صوت زي صوت الصفارة واحنا عند النطق بهذه الأحرف. والصفير يشبه أصوات الطيور، فالصاد تشبه صوت الأوز، والزاي تشبه صوت النحل ز، والسين تشبه صوت الجرب. طيب القلقلة بعد كده، القلقلة يعني ممكن ننفرد بها بحلقة لوحدها كده، لأن القلقلة فيها مذاهب وفيها مراتب، فهنسيب القلقلة لحلقة أخرى إن شاء الله. ناخد اللي هي الصفات السريعة. القلقلة محتاجة حلقة لوحدها ودرس لوحده.
بعد كده عندنا اللين. اللين هو إخراج الحرف من مخرجه بسهولة وعدم كلفها على اللسان، مفيش صعوبة في إخراجه. أنا حرف اللين ده إن أنا يعني مفيش أي مجهود ببذله وأنا بخرج الحرف. هو عبارة عن إخراج الحرف من مخرجه، الحرف بيخرج من المخرج بتاعه عادي جدا بسهولة وسلاسة، ومفيش بذل مجهود عند على اللسان وأنا بنطق الحرف. طب إيه هي حروف اللين؟ الواو والياء. إيه شروطهم؟ الشروط الخاصة بهم ساكنتين بس كده، واو وياء ساكنتين؟ لا، ومفتوح ما قبلهما. يعني الواو المفتوح ما قبلها ساكنة، ومفتوح ما قبلها، والياء ساكنة ومفتوح ما قبلها. طيب الواو والياء عليهم حركة السكون؟ عليهم حركة السكون، مش زي حرف المد. حرف المد حروف ساكنة ولكن مفيش أي حركة عليهم، حتى السكون مش مرسوم عليهم. إنما الواو والياء اللينتين مرسوم عليهم حركة السكون، ومرسوم عليهم حركة الفتح في الحرف الذي قبله. تمام؟ زي خوف، بيت. فأنا ما عنديش أي حاجة، ما عنديش أي مجهود ببذله عند النطق بالواو والياء الساكنتين المفتوح ما قبلهم. طب عندنا بعد كده الانحراف. الانحراف هو انحراف الصوت، هو مش انحراف مخرج، مش انحراف اللسان، الصوت اللي بينحرف عندي فين؟ في حرفين بس، عدول اللام إلى ناحية طرف اللسان والراء إلى ظهر اللسان. يبقى حروف الانحراف اللام والراء فقط، اللام والراء. طب لو بصينا كده في الصور، أو تعريف تاني، ميل صوت الحرف لعدم كمال جريانه بسبب اعتراض اللسان طريقه. الصوت جاي من الداخل للخارج، ماشي في طريقه كويس جدا، لقى الطريق مقفول قدامه، طب هيعمل ايه؟ هيضطر ان هو يمر من جانبي اللسان في اللام ومن وسط اللسان في الراء، وده تابع للمخرج. تمام؟ ايه حروف الانحراف؟ هي اللام والراء. طب لو بصينا هنا في اللام زي ما ذكرنا، نفتكر ونتذكر معانا مخرج اللام والراء. مخرج اللام ان احنا ذكرنا أدنى حافتي اللسان إلى منتهى الطرف، مع إيه؟ مع لثة الأسنان العليا، أي أنها بتمسك الأسنان من الضاحك إلى الضاحك. تمام؟ طب لما يجي الصوت جاي من الداخل، بيمر يمر يمر ويلاقي من هنا من الضاحك إلى الضاحك اللسان قافل المخرج ومفيش مكان يخرج منه، هيعمل ايه؟ هيغير الاتجاه بتاعه ويغير مجرى خروجه ويخرج من جانبي اللسان، يعني هيجي من عند الضاحك من هنا ويخرج، وهيجي من عند الضاحك من هنا ويخرج، لأن عندي هنا مفيش إطباق في اللام، فاللسان هنا منخفض مستفل. تمام؟ اللام عندي اللام المرققة، اللي هي اللام اللي موجودة في كل الحروف. اللام المفخمة ليها آلية أخرى. تمام؟ طيب يبقى عندي هنا اللام بتخرج من جانبي المخرج، من جانبي اللسان. طب بالنسبة للراء، الراء عندي ان احنا ذكرنا ان اللسان، طرف اللسان مع اطراف الثنايا العليا، مع لثة الثنايا العليا. تمام؟ فبيكون اللسان عامل زي نص دايرة، يكون بالشكل ده. الصوت بيتجمع من الداخل إلى الخارج، فالصوت كله بيجي، فبيلاقي المخرج مقفول من هنا، فبيضطر إن هو يتجمع في المخرج ليخرج من وسط اللسان، من الجزء اللي هنا ده، بيخرج من الجزء اللي هنا. تمام؟ شايفين اللسان هنا؟ شايفين الجزء ده؟ شايفين الجزء اللي هي الفجوة الصغيرة اللي هي ما بين اللسان المنفتحة كده في النص كده، ما بين الظهر طرف اللسان والأسنان العليا والثنايا العليا، فهو الصوت كله بيتجمع وبيخرج من المكان ده. طيب يبقى الانحراف وعرفناه في اللام والراء، وانه عرفنا ان هو عدول الصوت او ميل الصوت عن مجراه الأساسي، وده بيكون لطبيعة المخرج.
التكرير هو ارتعاد رأس اللسان. التكرير هي الراء أر أر ير. يبقى أنا ارتعاد رأس اللسان يعني رأس اللسان عندي بيطلع وينزل، يطلع وينزل، بيخبط في الحنك الأعلى، يطلع وينزل، يطلع وينزل أكتر من مرة. فده هو الارتعاد رأس اللسان. طب دي صفة أنا بدرسها علشان أثبتها؟ لا لا، أنا الصفة دي مش بعملها عشان تثبت أو عشان أطبقها. الصفة هنا التكرير بدرسها وبعرف إن هي بتتعمل إزاي علشان أبتعد عنها، علشان أعمل الآلية اللي ما تخليش اللسان معايا يتكرر أكثر من كرتين في مخرج الراء. طيب، والغرض من معرفة هذه الصفة هو تركها، بمعنى عدم المبالغة فيها، مبالغة تؤدي إلى ظهور أكثر من راء خاصة في الراء المشددة، وليس معنى ذلك الترك إعدام ارتعاد رأس اللسان بالكلية. ليس معنى الترك إعدام ارتعاد رأس اللسان بالكلية، ولكن إيه اللي بيحصل؟ بيحصل معايا إن رأس اللسان بيرتعد هي ارتعادة واحدة فقط.